الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة. أهلا بكم. أهلا بك فيروز. أهلا بك داليا. أهلا بكم. والبداية مع أبرز العناوين. بريس أولجي نجيما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون. بوتين وأردوغان يبحثان في سوتشي الأزمة الأوكرانية وملف اتفاق الحبوب. وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015. والآن مع التطورات في الجابون. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. أدى الجنرال بريس أوليغي إنجيما اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون، وجرت مراسم التنصيب الرسمية أمام المحكمة الدستورية بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين وممثلي فئات الشعب ووسائل الأعلام الأجنبية. وبالتزامن مع تنصيب إنجيما شهدت شوارع العاصمة ليبرفيل مسيرات تأييد للمرحلة الانتقالية القادمة. Solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation. وعقب مراسم تنصيبه أكد رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون بريس أولجي نجيما بأن الجيش هو المسؤول عن العدالة والسلام في البلاد. هذا وقال أن المرحلة الانتقالية بدأت بدون سفك أي دماء بعد انتخابات شابتها الكثير من المغالطات. نعرف أن قوات الأمن والسلامة في هذه البلاد تحملت مسؤوليتها ورفضت الانقلاب الانتخابي الذي أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الجابونية بعد عملية انتخابية حيث كانت النتائج مغلوطة وبدون أي عنف وبدون سفك الدماء. لجنة المرحلة الانتقالية واستعادة المؤسسات الحكومية أي لكوميتي بور لا ترانزيسيون و لا ريستوراسيون ديز انستيتيوشن بالفرنسي عامل على تغيير النظام الذي كان يخطف كل المهام المؤسساتية منذ سنوات، ونحن نعرف أنهم كانوا يعملون على انتهاك كل حقوقنا الدستورية.
وحول كل هذه التطورات ينضم إلينا من مدينة زاريا شمال نيجيريا إبراهيم زين كونغي الكاتب والباحث السياسي المختص. مرحبا بك معنا في هذه النشرة على القاهرة الإخبارية سيد إبراهيم. إذن بريس إنجيما يؤدي ألامين كرئيس مؤقت، ما يعزز إذن من قبضة المجلس العسكري على السلطة أولا من دون أن يحدد وقت زمني لإمكانية أو لاستمرارية هذه السلطة. كيف يراقب هذا التنصيب من قبل إكواس، وكيف نتوقع الرد الآن بعد أن صار التنصيب رسميا؟ أولا شكرا للاستضافة، وأحييك وأحيي قناة القاهرة الإخبارية وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات. حقيقة ما يجري في غابون تقريبا كان مرتقب من اليوم الأول، كأن هذا الانقلاب ليس بالانقلاب الذي يريده الأفارقة. الأفارقة كانوا يطمعون إلى انقلابات عسكرية بيضاء دون سفك دماء، وتخلص هذه البلدان من السيطرة الاستعمارية الفرنسية. ولكن ما جرى حالا بعيد إلى حد كبير، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بشكل كلي ما الذي حصل. الانقلاب جرى ولم نرى إدانة فرنسية على غرار ما حصلت من قبل في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر. وهناك قاعدة في أفريقيا عموما، بجميع أفريقيا، أي شخص الرئيس أو زعيم دولة يتلقى انتقادات لاذعة من الأنظمة الغربية، بمعنى هذا الشخص هو إنسان يعمل لصالح الوطن والمواطن. وأي شخص طيب هذا التماهي في الرد الفرنسي، هل ينسحب على التعاطي من قبل إكواس الآن مع ما يجري في الجابون؟ يعني هل نفهم بأن هناك رضا عن الرئيس إنجيما الآن؟ أولا جابون ليس عضوا في مجموعة إكواس. إكواس هي مجموعة اقتصادية لدول غرب أفريقيا، وغابون هي في دول وسط أفريقيا، وهناك منظومة التي تنضم إليها تسمى بسماك، وهي ستة دول: غابون وكونغو وأفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وغينيا الاستوائية. على كل حال، قبل أن يصل إلى هذا كان هناك لقاء يوم أمس بين السفير الفرنسي في ليبرفيل والجنرال بريس إنجيما، وكان لقاء يبدو أنه ودي، وهناك تبادل ابتسامات عريضة جدا، بما أن الأمر طبخ على نار هادئ. كان الانقلاب مفتعل من قبل، هكذا يرون كثير من المراقبين، أن مفتعل من قبل فرنسا للتشويش أو لطرف الأنظار عما يجري في النيجر، لإشغالهم هنا وبعد ذلك انشغال فرنسا بداخل النيجر لأمور معينة. لكن لم تحسم الأمور أو لم تسير الأمور كما تريد فرنسا، وفرنسا وقيادتها العسكرية هناك في النيجر وأيضا بسفيرها تفاجأوا بالمظاهرات العارمة الشعبية السلمية والمطالبة بالخروج الفرنسي. فمن هنا حسابات الفرنسية لم تأتي كما يراد. على كل حال، الوضع الحالي الآن، التغيير بمسمى التغيير أيضا شيئا ما في دولة مثل غابون. لمدة 56 سنة الماضية شخص وابنه، بما أن هذا القائد الجديد أيضا من نفس الأسرة، كان حكم عائلي، فليست هناك ديمقراطية وليست هناك انتخابات شفافة، إنما كانت هناك انتخابات ملعوبة ومزورة ومعدة مسبقا. طيب أين يمكن أن نتوقع مكان المعارضة في الجابون الآن؟ يعني علمنا حسب ما هو متداول من معلومات أنه كان في لقاء بالأمس بين إنجيما وبين جماعة المعارضة في الجابون، لا نعلم يعني أي تفاصيل عما جرى في هذا اللقاء، خاصة وأنه المعارضة كانت تتحدث دائما بأنها هي الفائز في انتخابات 26 من أغسطس. أستاذتي القديرة، في مواقع تجربة التواصل مع كثير من المعارضة، معارضات في الدول المستعمرات الفرنسية، تلك ليست معارضات حقيقية، هي معارضات مزيفة بنفس وزن الانتخابات، معارضات مأجورة مدفوعة الثمن، هي موجودة بمسمى المعارضة. فبالتالي مثل هذه المعارضة لا تؤول عليها كثيرا. أي معارض حقيقي عندما يبرز في الساحة
إما أن يدفع له ويتنازل أو أن يتم تصفيته واعتقاله، على غرار ما جرى في السنغال. عثمان سانكو النائب البرلماني والمعارض الكبير عندما رفض التنازل عن القيم والمبادئ وإلى آخره، أين هو الآن؟ هو الآن في المستشفى، عفوا في السجن، من السجن إلى المستشفى وهو طريح الفراش. فبالتالي هذه المعارضات لا قيمة لها، وأيضا الشعوب الأفريقية في هذه المناطق حقيقة لا يؤلون أي تقدير أو لا يثقون في هذه المعارضات المصطنعة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من شمال نيجيريا إبراهيم زين كونجي الكاتب والباحث السياسي المختص في الشأن الأفريقي. وقد شهدت الجابون تطورات متسارعة بعد ساعات قليلة من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في 30 من أغسطس الماضي، واختير أوليغي إنغيمال قيادة المرحلة الانتقالية بالإجماع من قبل قادة ورؤساء أركان الجيش في الجابون. والآن مع تطورات الأوضاع في السودان. وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية، وسيجري البرهان خلال هذه الزيارة مباحثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات تتعلق بمسار تطورات الأوضاع في السودان. وتعد هذه هي زيارة البرهان إلى جوبا الثانية له إلى الخارج بعد مصر منذ اندلاع الأزمة في السودان في أبريل الماضي. وعلى الصعيد الميداني، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني قصف من قاعدة وادي سيدنا مواقع لميليشيا الدعم السريع بمنطقة أم درمان القديمة وشرق العاصمة الخرطوم. وأفاد مراسلنا كذلك بأن الطيران الحربي السوداني يحلق في سماء أم درمان ويتجه جنوب وغرب المدينة. كانت القيادة العامة للقوات السودانية أعلنت مقتل 13 مدنيا في قصف لميليشيا الدعم السريع على شمال أم درمان.
على الصعيد الإنساني، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء لجمع مليار دولار للإسهام في توفير مساعدات للفارين من السودان. وتوقعت المفوضية وصول أكثر من 1,800,000 شخص إلى 5 ملايين لدول الجوار بحلول نهاية العام الحالي، يبلغ التقدير أكثر من ضعفي ما توقعته المفوضية في مايو الماضي بعد بدء الأزمة في السودان. متواصلون معكم في هذه النشرة، والآن إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مباحثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ستتناول الأزمة الأوكرانية. هذا وأضاف أن المباحثات ستشمل أيضا ملف اتفاقية تصدير الحبوب والمعلقة حاليا. لدينا أيضا ما نتحدث عنه بخصوص ضمان الأمن في المنطقة، وبالطبع لن نتجاهل القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، فأنا أعلم أن الرئيس التركي ينوي إثارة هذا الموضوع. وبخصوص اتفاق الحبوب، أؤكد أننا منفتحون على المفاوضات بشأن هذه القضية. من جانبه أشار أردوغان إلى أهمية ما ستسفر عنه المحادثات حول ملف الحبوب. هذا وأضاف أن المناقشات بهذا الشأن ستشمل خطوات هامة بالنسبة للدول الأفريقية الأقل نمواً. في سياق العلاقات التركية الروسية خلال هذه الزيارة، يتطلع الجميع إلى قضية ممر الحبوب. إنهم يتوقعون ما سيخرج من هذا اللقاء حول هذا الموضوع المهم، وما هي الرسالة التي ستوجه للعالم بهذا الشأن. سيكون اجتماعنا مهما للغاية، خاصة الخطوات المتخذة للدول الأفريقية الأقل نموا. لا تتوقف المحاولة الساعية لإحياء اتفاق الحبوب، مبادرة من هنا وجهود من هناك، والهدف واحد، تفادي أزمة غذاء عالمية. تقول الأمم المتحدة إنها تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا. أحدث هذه المحاولات التي تتعلق عليها الآمال اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، والذي يحظى بجزء كبير منه اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. لكن التطورات الميدانية ألقت ببعض الغيوم على هذه الآمال بعد هجوم استهدف ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، والذي يعد أحد الموانئ الرئيسية لتصدير القمح بأوكرانيا وفقا لما ذكرته كييف. الهجوم الروسي أسفر عن تضرر مستودعات ومباني إنتاج ومعدات زراعية في عدة مناطق تابعة لميناء إسماعيل، ويأتي الهجوم في أعقاب هجمات روسية على ميناء الريني الذي يطل أيضا على نهر الدانوب، أسفرت عن أضرار في البنية التحتية للميناء وإصابة شخصين على الأقل. كانت روسيا قررت في يوليو الماضي الانسحاب من اتفاق الحبوب بعد عام من إبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، إضافة إلى عدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة. موسكو بررت انسحابها من الاتفاق بهجوم المسيرات التي استهدف سفنها في شبه جزيرة القرم، وحملت مسؤوليته لأوكرانيا وبريطانيا. وبينما أدى الانسحاب الروسي إلى اضطراب أسعار القمح العالمية وتقلبها، تسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق الحبوب الذي كان يساهم في تخفيف أزمة الغذاء العالمية. وبحسب المعطيات الرسمية، تم شحن نحو 33 مليون طن من الحبوب.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من سيفاستوبول دكتور عمار قناه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور على شاشة القاهرة الإخبارية في هذه الساعة. إذن لقاء بوتين وإردوغان يعني بالأساس طبعا يعني ناقش كثير من العناوين، لكنه في الأساس حول اتفاقية الحبوب. أبدى بوتين حسب ما هو متداول من معلومات أنه مستعد للبحث، لكن ماذا عن الشروط الروسية؟ هل أتى إردوغان لبوتين بأي من الضمانات التي طلبتها موسكو في السابق؟ تحياتي سيدتي الكريمة. فيما يتعلق يعني في مبادرة اسطنبول أو اتفاقية الحبوب، نستمع اليوم إلى مصطلح يعني الشروط الروسية. هي ليست شروطا، هي كانت بنودا يعني في الاتفاقية السابقة والتي خرجت منها روسيا ولم تطبق منها يعني يطبق منها أي بند فيما يتعلق يعني في المصلحة الروسية فيما يتعلق بتصدير الحبوب والأسمدة. يعني خلال عام أو أقل من عام كل هذه يعني الاتفاقية فقط يعني فعلت لصالح أوكرانيا. روسيا مددت هذه الاتفاقية ثلاث مرات يعني، وكانت بمثابة رسائل يعني إلى التوجه إلى العقلانية، وكان هناك تحذيرات بخروج روسيا من هذه الاتفاقية إن لم يطبق الشق يعني الشق الروسي بها. لكن نحن الآن يعني أمام هذه المعادلة، أو هناك أيضا يعني لا ننسى تضخيما إعلاميا لمفهوم يعني الأزمة الغذائية أو المجاعة العالمية. هنا يعني يمكن أن نعود إلى الأرقام، يعني حصة أوكرانيا من الحبوب لا تتجاوز 5%، لكن حصة روسيا هي تزيد عن 20%، ونحن الآن أمام عرقلة من المنظومة الغربية من خلال العقوبات الاقتصادية على الحبوب الروسية. يمكن أن الكثير بمعنى يعني هذه العرقلة اللي ذكرتها دكتور، بمعنى أنها لن تنسحب بشكل أو بآخر من مرونة في المواقف الروسية على تفعيل اتفاقية الحبوب. سيدتي الكريمة، عندما نتكلم يعني عن اتفاقية فكانت تلك الاتفاقية بضمانة أممية وتركية، لكن يعني لم تستطع الأمم المتحدة ولا تركيا بالضغط على يعني الأطراف الغربية لتمرير هذه الحبوب والأسمدة من خلال يعني عملية النقل والتأمين وأيضا يعني المدفوعات. فلذلك يعني وما كنت يعني أريد قوله أن الكثير لا يعلم بأن هناك آلاف الأطنان موجودة منذ أكثر من عام من الحبوب في الموانئ الأوروبية ولا تخرج إلى من يحتاجها، وذلك بناء على العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا. فالمسألة باعتقاده يعني أسهل من ذلك بكثير. اليوم يعني يأتي أردوغان إلى سوتشي ويحمل أيضا يعني جزءا مما سرب عن المقترح يعني مقترح غوتيريش الأمم المتحدة، لكن ما سرب هو يعني لا يختلف كثيرا عن تلك البنود التي كانت موجودة. روسيا مستعدة للعودة الفورية يعني كما أراه وضمن التصريحات الرسمية، لكن يجب أن تعطى يعني آلية واضحة ومباشرة للعودة إلى هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقية بالنسبة يعني لروسيا هي خرجت عن مضمونها يعني الإنساني، عندما يعني كل تقريبا أكثر من 80% من الحبوب صدرت إلى الدول الغنية و40% منها إلى الاتحاد الأوروبي. فلذلك اليوم يعني روسيا أيضا معنية بالشق الأمني من استخدام وتوظيف الممرات الأمنية الآمنة من خلال أوكرانيا، واستهدفت يعني استهدف جسر القرم، مدينة سيفاستوبول، وأيضا ناقلة نفط مدنية. فهذه الأمور باعتقادي لغاية الآن يعني لم تحسم، أخفقت الأمم المتحدة وجزئيا يعني تركيا في تطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق في الشق الروسي. طيب، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات من سيفاستوبول دكتور عمار قناه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا. أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني استعادة السيطرة على 3 كيلومترات من الأراضي قرب باخموت الأسبوع الماضي. يأتي هذا فيما تشهد المدينة معارك وصفت بالعنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية في الاتجاهين الجنوبي والشمالي، ويتواكب ذلك مع العمليات التي تشنها كييف منذ انطلاق الهجوم المضاد في يونيو الماضي.
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف استقالته غداة إعلان الرئيس فلاديمير زيلنسكي إقالته وتعيين وزير دفاع جديد. وذكر في رسالة بعث بها للبرلمان الأوكراني بأنه شارك في الحرب الأوكرانية لمدة أكثر من 550 يوما، تمكنت خلالها قوات بلاده من استعادة 50% من الأراضي والتي كانت تسيطر عليها روسيا. وأضاف أيضا ريزينيكوف بأنه تولى وزارة الدفاع في أصعب فترة مرت بها أوكرانيا في تاريخها. نشرتنا مستمرة ولكن فيها بعد الفاصل. بعد إغلاق 156 مدرسة، مسؤولون في الحماية المدنية البريطانية يؤكدون تورط الحكومة في إنشاء مدارس غير آمنة. عقب قرار إغلاق بعض المدارس في بريطانيا، نقلت صحيفة الأوبزيرفر عن أحد المسؤولين أن وزراء حزب المحافظين قد تجاهلوا هذه التحذيرات بشأن سلامة المباني والأطفال في مقابل توفير المال. تعد هذه أحدث حلقة في سلسلة التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. فصل جديد في الأزمة التي تشهدها المملكة المتحدة على خلفية إغلاق بعض المباني المدرسية. فقد كشفت صحيفة الأوبزيرفر عن مخالفات ارتكبها وزراء حزب المحافظين ومستشاريهم السياسيين. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار مسؤولي الخدمة المدنية قوله إن الوزراء ومستشاريهم كانوا مهتمين بتوفير المال على حساب سلامة الأطفال، فقد كانوا على حد وصفه راضين بشكل خطير عن المباني المدرسية المتهالكة التي تم تشييدها بالخرسانة الرغوية، وذلك رغم الشكاوى الكثيرة التي تلقوها. وفي محاولة لإنقاذ الوضع، تلقت عشرات المدارس في بريطانيا أوامر بإغلاق بعض مبانيها لاعتبارها غير آمنة، إلا أن تلك الخطوة أثارت غضب أولياء الأمور والمعلمين مع اقتراب بدء فصل دراسي جديد. وزارة التعليم البريطانية بررت قرارها المثير للجدل بأن 156 مدرسة تأثرت جراء استخدام الخرسانة الرغوية، وهي نوع من الخرسانة المسامية خفيفة الوزن تكون كثافتها أقل من كثافة الخرسانة العادية في بناء بعض مبانيها، والتي تقول السلطات إنها تواجه خطر الانهيار. وعانى نظام التعليم البريطاني الذي لا يزال يتعافى من أثر التعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، عانى إضرابات المعلمين لمدة 6 أشهر خلال هذا العام، بالإضافة إلى نقص التمويل. ويزيد انهيار البنية التحتية الحيوية التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك الذي سيخوض انتخابات عامة مقررة العام المقبل في أعقاب إضرابات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة التعليم البريطانية بأن غالبية المدارس المتضررة ستظل مفتوحة لجميع التلاميذ، لأن الخرسانة المسببة للمشكلة لم يتم العثور عليها إلا في جزء صغير من مباني المدارس، فإن بعض المدارس ستواجه إغلاقا كاملا حتى وإن كان مؤقتا. قرار السلطات البريطانية بشأن تأثر المدارس
جاء قبل أيام فقط من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة صيفية مدتها 6 أسابيع، مما يثير تساؤلات حول سبب إعلان الحكومة لهذه الخطوة في اللحظة الأخيرة. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية انضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. مساء الخير أبو بكر، إذن القضية تتفاعل على نطاق واسع الآن إعلاميا مع هذه يعني الإدانات من قبل الخدمة المدنية وكبار المسؤولين في الخدمة المدنية، هل يتوقع أن تناقش رسميا على نطاق البرلمان البريطاني؟ صحيح، بالفعل القضية لا تزال تتفاعل، وقد تم بالفعل مساءلة اليوم أو طرح الموضوع على رئيس الوزراء ريشي سوناك اليوم في البرلمان، واتهم بشكل مباشر وواضح من حزب العمال ومن المعارضة بأنه هو أحد أهم الأسباب بصفته أول رئيس للوزراء يجب أن يتحمل المسؤولية، وأيضا يقولون أنه منذ أن تولى منصب وزير المالية منذ العام 2020 تقلصت ميزانية التعليم بواقع أكثر من 870 مليون جنيه استرليني، وهو رقم كبير كان يمكن أن يتم استخدامه في حل هذه المشكلة، خاصة وأن الحكومة كانت على دراية بأزمة المدارس وأزمة الخرسانة منذ سنوات. هذا ما كشفه أحد الموظفين في مكتب نديم زهاوي وهو وزير التعليم السابق متحدثا لصحيفة الأوبزيرفر، قال المصدر الذي طبعا لم يذكر اسمه، قال أن عددا من التقارير بالحد الأدنى 5 تقارير وصلت إلى مكتب الوزير تحذر من رداءة مستوى الخرسانة المستخدمة المعروفة باسم راك هنا، وأنها تشكل خطرا على حياة الطلاب. الوزير ومستشاروه يومها قرروا إغلاق الملف وعدم اتخاذ أي إجراءات بسبب رغبتهم في توفير الأموال. هذه الرواية تعزز ما صدر من تقارير أخرى تقول أن الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ التسعينات كانت تصلها تقارير تقول بأن الخرسانة المستخدمة في بناء المدارس بالذات هي خرسانة الآن تشكل خطرا على حياة الطلاب، لأنها المباني المستخدمة فيها هي عرضة للانهيار المفاجئ. أيضا لم تحرك الحكومات ساكنا حتى عام 2018 حينما انهار بالفعل سقف إحدى الغرف المدرسية، انهار في فترة الإجازة فلم يصب أحد، وتوالت التقارير منذ ذلك الحين. وأيضا لم تحرك الحكومة ساكنا حتى قبل يومين فقط عندما قررت إغلاق أكثر من 156 مدرسة، طيب قيل أن السبب هو انهيار جديد حدث في إحدى المدارس. وهنا لي سؤال أبو بكر، يعني على الرغم من أنه يعني في استعدادات في خلال أيام تقريبا لعودة الدراسة، لأنه القرار من قبل السلطات البريطانية أتى في اللحظات الأخيرة، هذا أثار تساؤلات أكيد. بكل تأكيد وتساؤلات وانتقادات كبيرة، إذا كانت الحكومة على دراية بما حدث وبحال المدارس كان عليها أن تتصرف من سنوات مضت، لكن قيل أنه مؤخرا خلال الأسبوع الماضي فقط حصل انهيار في إحدى المدارس، طبعا لأحد الأعمدة فقط، لم تكن هناك إصابات، ولكن مع فحص العمود الذي تم انهياره اكتشف أنه انهار دون التعرض لضغط خارجي وأنه انهار بسبب التآكل من الداخل، وهذا يتماشى ويتوافق تماما مع الرواية القائلة بأن هناك عيوب تخص هذه المادة، هي تمتص وتحتفظ بالرطوبة مما يؤدي إلى تأكلها من الداخل. هذا هو السبب الذي جعل الحكومة تقرر في اللحظة الأخيرة قبل 5 أيام فقط من بدء العام الدراسي تم إعلان هذا القرار. لا يوجد حتى الآن عدد نهائي للمدارس التي سوف يتم إغلاقها، الحديث عن 156 مدرسة بين إغلاق جزئي وكلي، ولكن الحديث أيضا عن لجان تقوم الآن بفحص المدارس. هناك أكثر من 22 ألف مدرسة في بريطانيا تخضع الآن للفحص، وأيضا مباني أخرى غير المدارس هي أيضا قد تكون بنيت باستخدام هذه المادة، كلها عرضة الآن للفحص والاحتمالات كلها مفتوحة. لذلك الحكومة تواجه هذه الانتقادات على مستوى التوقيت وعلى مستوى التجاهل الملف، بالإضافة إلى مشاكلها السياسية والاقتصادية والإضرابات المستمرة، كل هذا ونحن على بعد عام واحد فقط من انتخابات رئاسية قادمة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. والآن مع تطورات في فلسطين،
ذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالانسحاب من مخيم جنين شمال الضفة الغربية بعد اقتحامه، وأفادت بإصابة 5 فلسطينيين بينهم سيدة خلال عملية الاقتحام التي استهدفت اعتقال 5 فلسطينيين. وأشارت مصادر إلى أن عملية الاقتحام قد شهدت مواجهات قوات الاحتلال وبعض الفلسطينيين هناك. أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أسفه لعدم حدوث تقدم في المحادثات مع إيران بشأن قضايا حساسة. جاء ذلك وفقا لتقارير صادرة عن الوكالة بشأن إيران، حيث أشارت التقارير إلى استمرار نمو مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من درجة نقاء صنع الأسلحة النووية. انطلقت فعاليات قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي التي تستمر حتى 6 من الشهر الجاري، وتنعقد القمة بمشاركة نحو 20 رئيس دولة و30,000 زائر، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية. وأعلنت الخارجية الأمريكية مشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري. وفي كلمته خلال افتتاح القمة، حث الرئيس الكيني آلاف الوفود في نيروبي على اعتبار أزمة المناخ فرصة فريدة للقارة لجذب استثمارات بمليارات الدولارات. هذا وأكد روتو أن قارة أفريقيا لديها العديد من الإمكانات في مجال الطاقة المتجددة وفرص عديدة للتحول الأخضر. Renewable energy potential as well. لدينا أيضا إمكانات وفيرة في مجال الطاقة المتجددة وأصول وموارد طبيعية للتحول الأخضر، ويمكننا أيضا المساهمة بشكل هادف في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. النمو الأخضر ليس مجرد ضرورة مناخية، ولكنه أيضا سيضاعف تدفق استثمارات تقدر بمليارات الدولارات والتي تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها. هذا ويشارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المصري يلقي ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27. وينضم إلينا من نيروبي الكاتب الصحفي عبد القادر محمد حرسي. مرحبا بك معنا في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية أستاذ عبد القادر. في القمة الإفريقية الأولى للمناخ والتي انطلقت فعالياتها اليوم، ما هي أبرز التحديات وما المرجو منها بيئيا في قارة لديها الكثير من التحديات؟ شكرا لك. هذه القمة انعقدت في نيروبي هذا اليوم في مركز الكينياتا الدولي للمؤتمرات، وقادة الأفارقة الآن يتجهون إلى يقظة هذه القارة وأن لها دور في أن تتحرك لمصالحها البيئية. و
مواجهة التحديات المناخ الذي يواجه العالم. من أبرز الشخصيات الدولية الحاضرة في القمة أستاذ عبد القادر، وأي الاستثمارات التي تريدها أفريقيا في مجال الاستثمار فيما يخص القضايا المناخية طبعا؟ كثير من الرؤساء، وكذلك من المنتظر كان أن يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن حضره الرئيس الوزراء المصري وكذلك أمين العام للأمم المتحدة والمجتمع المدني. فإفريقيا الآن تريد أن تستثمر هذا المجال في لأن لمواجهة التصحر وكذلك الجفاف والفيضانات، وكذلك الطاقة المتجددة. يعني ما المتوقع على مستوى ما يرشح عن هذه القمة، خاصة أن هناك مشاركة من قبل جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ضمن المبادرة الأمريكية لمساعدة الدول النامية خاصة إفريقيا فيما يخص التغيرات المناخية أستاذ عبد القادر؟ أن هناك التحديات، خاصة أن إفريقيا الآن لا تملك سوى 37 منشئة رادارات للتنبؤ الطقس، وهذا المجال كذلك إفريقيا تتجه أن تجد تمويلا دوليا، وكذلك إفريقيا تريد أن تجد مساعدات من كذلك في لمواجهة الجفاف، وكذلك رفع توعية المجتمع، وكذلك تقليل من الانبعاث كذلك في إفريقيا في هذا المجال إن شاء الله. شكرا جزيلا لانضمامك معنا من نيروبي الكاتب الصحفي عبد القادر محمد حرسي، شكرا جزيلا لك. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اقترح على زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن يجري بلدهما إضافة إلى الصين تدريبات بحرية مشتركة. وأضافت وكالة يونهاب أن شويغو تقدم لكم باقتراح إجراء التدريبات الثلاثية خلال زيارته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى 70 للحرب الكورية في يوليو الماضي. عادت مركبة الفضاء دراجون إلى الأرض وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ضمن طاقم كرو 6 بعد رحلة طويلة استمرت 6 أشهر بمحطة الفضاء الدولية. تعد مهمة كرو 6 أول مهمة طويلة الأمد يشارك بها رواد فضاء عرب، وكانت المركبة دراجون انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من يوم أمس قبل أن تدخل الغلاف الجوي اليوم. اقتصاديا، تراجعت صادرات ألمانيا في يوليو بنسبة 0.9% على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي. زادت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 0.5% على أساس شهري، فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل بنسبة وصلت 2.5%. هذا وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا بنحو 16 مليار يورو في يوليو مقابل 18 مليار و700 مليون يورو في الشهر السابق.
ارتفع التضخم في تركيا خلال شهر أغسطس إلى 58.9% على أساس سنوي مقابل 47.8% في يوليو الماضي، ليواصل التضخم وتيرة الارتفاع للشهر الثاني على التوالي نتيجة لانخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب. وعلى أساس شهري زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة وصلت إلى 9.9%، بينما بلغ التضخم الأساسي 64.85% الشهر الماضي. حذر بنك الطعام الفرنسي ريسو دوكور أن التضخم الحاد سيعيق جهود المساعدة التي يقدمها، وحث الحكومة على بذل المزيد من الجهود لمعالجة ارتفاع الأسعار. أوضح البنك أنه سيضطر إلى تقليص أعداد المستفيدين من خدماته بنحو 150 ألف شخص بدءا من نوفمبر القادم، وقد يلجأ إلى الإغلاق في السنوات القادمة حال استمرار ارتفاع التكاليف بهذا الشكل. توقع الرئيس التنفيذي لشركة فيتول لتجارة النفط راسل هاردي تحسن إمدادات الخام العالمية خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بسبب صيانة المصافي. وأشار هاردي إلى أن إمدادات الخام عالي الكبريت ستظل منخفضة بفضل التخفيضات التي تطبقها مجموعة أوبك بلاس، وبالتزامن يتوقع محللون أن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الإضافية البالغة 1,000,000 برميل يوميا لرابع شهر في أكتوبر. أعلنت الصين إنشاء إدارة خاصة لدعم الاقتصاد الخاص المتعثر في البلاد في أحدث خطوة من جانب الحكومة لإحياء الثقة في القطاع وتعزيز النمو بالبلاد. الإدارة الجديدة معنية بتنسيق وصياغة السياسات لتعزيز نمو الاستثمار الخاص وإنشاء آلية التواصل المنتظم مع الشركات الخاصة وحل المشكلات الرئيسية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الخاص وتعزيز قدرته التنافسية الدولية. بهذا نكون وصلنا لختام نشرتنا، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بريس أوليغي نيجيما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون. بوتين وأردوغان يبحثان في سوتشي الأزمة الأوكرانية وملف اتفاق الحبوب. وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء.